قال لك سيدي السبب ديال غلاء المطيشه هو البرد. فإنتاج الخضر وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا. دابا حنا عطانا ربي الثلج باش الفرشة المائية ديالنا تعمر، وكنا خزان مائي سنوات، حنا المطيشة ترجع كدير 50 درهم. إلا عطانا ربي الثلج، إلا عطانا إلا الله تصرف وبغى يرحمنا بالثلج وعطانا البرد وعطانا الشتاء، إذن ما كاينش الخضره، ما كاينش، راه ما يمكنش نخدموا بهذه المنطقه هذا ديال البرد، المطيشه غلات، ما يمكنش نشتغلوا هكا في القرن 21، ما يمكنش نكملوا الشغل هكا. واحد، جوج، شوف الجواب ديال الناطق الرسمي للحكومه تيقول لك وان الثمن سيعود الى العادي في غضون اسابيع، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، إلى ما كانت شيء من العشر أيام اللي جاية إن شاء الله. الله، حنا مازال نتحملوا هذا الشيء الأسابيع؟ أنا كنت أنتظر يقول في غضون يومين أو ثلاث أيام بعد تدخل الفعال للحكومة، بعد القيام وأخذ جميع التدابير اللازمة، منها تخفيض التصديرات، منها إعادة النظر في دفتر التحملات والاتفاقيات الدولية اللي عندنا في هذا الوقت الراهي، اللي عندنا البرد واللي عندنا قلة المنتوج وعندنا نخرجوا داك الفريغويات اللي مخبعين بهم الخضره، نعبئوا التدبير يكون استباقي ديال الحكومه، راه استباقي، راه الحكومه خصها تهضر على ما وراء رمضان، الحكومه خصها تهضر على الصيف، الحكومه خصها تهضر على البرد الجاي، الحكومه خصها تهضر على السنه المقبله. حنا مازال دابا رمضان مازال ما عندناش رؤيه، الا بقات الاثمنه هكا في رمضان ايوا صافي، زيد على الناس كيفاش يكونوا في رمضان نفسانيا كيفاش يكونوا، يعني قلت شي زيد على ذاك النفسي اللي كيعيشو الانسان، زيد عليه قلت شي وزيد عليه غلط شي، خصنا الملموس الارقام. انا نثق بك، انا افترض فيك ايها المسؤول حسن النيه الى حين اثبات العكس، بارقامك افترض فيك حسن النيه، ولكن اعطيني هذه الارقام اشنو هو التنزيل ديالها في الواقع اليومي ديال المواطن، اعطيني، ما تقوليش في غضون اسابيع، ماشي غضون ساعات، ماشي غضون ايام، غضون اسابيع غادي تم الرجوع الى العادي بالنسبه للاثمنه. لا لا، ليس هذا هو كان التزام الحكومه في حملتكم الانتخابيه ولا في برامجكم الحزبيه، فلهذا يجب اعاده النظر في حكامتكم وفي طريقه التدخل، خاصه في ظروف اللي هي استثنائيه تخص التدخلات تكون استثنائيه وهناك استعجال. فياريت ياريت تعطينا ودنيكم شي شويه وتقولوا نسمعوا واش كيقولوا هاد الناس، يمكن نسمعوا لهم واجي نجتمعوا ونشوفوا كيفاش ندوزوا شي شويه للملموس والواقع ونحركوا هاد الشيء هذا ويحس بصح المواطن بان هناك تدخل سريع وهناك تدخل استعجالي. راه خص الاستعجال، خص ظروف استثنائيه، خص تدابير استثنائيه، خص ظروف استعجاليه، خص تدخل استعجالي. راه ما يمكنش حنا عندنا ظروف هكا استثنائيه، ما عمرنا عرفنا هاد الغلاء، ما عمرنا عرفنا هاد الغلاء، ونمشي للحكومه بنفس الوتيره وبنفس الشغال، ما يمكنش تستمر الامور هكا، خص لازم يكون المناسب التناسبيه ما بين سلوك ورده فعل على الواقع باش يلمس المواطن الحنكه ديال المسؤول، يقول هو مجرد ما شكى المواطن انا دخلت بسرعه، راه خصنا نخدموا العقل ديالنا ونجلسوا نخمو ويشي بالراس ديالنا باش نخرجوا حلول، راه هادشي علاش نديروا المسؤول، راه ماشي نخلي داك الشيء كيدير فيا ما بغى، نخلي البرد يدير فيا ما بغى، ونخلي الثلج يدير فيا ما بغى، وندير والعناصر كلها التدخلات الدوليه دير فيها بابا، راه انا هنا كمسؤول باش نخدم المواطن، نخدم المواطن ماشي نخدم مصالح ديال دول اخرى، خصني نخدم المواطن، ما تتهمنيش دول اخرى، الدول الاخرى نشتغل معاها باش نخدم المواطن، الدول الاخرى عندي وسيله واليه باش نخدم المصلحه ديال المواطن ديالي في المغرب، حيت في التالي ملي غنشدوا على بلادنا غنشدوا على راسنا في بلادنا، ما تبقى غير المغرب ديالنا ومغربنا وشعبنا وملكنا وحكومتنا وحنا مع بعضياتنا. ملي وقعت الجائحه ما عرفنا حد، كل واحد شد على راسه، إذن خص يكون عندنا الاستقلاليه ديالنا، وخصنا نوجدوا لراسنا ماءنا، ونوجدوا لراسنا الضو ديالنا، ونوجدوا لراسنا ماكلتنا، ونديروا بحساب شنو يمكن يجي بهذا الزمان في المستقبل، رجع هادشي تيخلع، ما عرفناش شنو غادي يجي في المستقبل، خاص يكون عندنا استعداد، واش يجي البرد؟ ونقولوا في غضون اسابيع،